إذا تبين أن المرأة قد مات فإنه يستحب فعل أمور لهذا الميت. أول هذه الأمور أنه يوجه للقبلة إن لم يكن قد وجه إليها، وفي هذه الحالة فإن توجيهه للقبلة يكون بالصفة الثانية فقط، بأن يجعل على ظهره ولا يجعل على جنبه، لأنه لو جعل على جنبه ربما سقط على وجهه أو احتاج إلى رافد يرفده، فلذلك استحب العلماء أن الميت يكون وجها واحدا على ظهره، وإنما تكون قدماه متجهة إلى القبلة. ومما يستحب لمن حضر ميتا أن يغمضه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حضر وفاة أبي سلمة رضي الله عنه أغمض عينيه، وفي هذا الفعل احترام للميت، إذ حينما يرى الميت بعد ذلك قد شخصت عيناه حينما يبرد جسده، يكون في ذلك عدم احترام له، فمن احترامه أن تغمض عيناه ما دام طريا حار الأعضاء. ومما استحبه العلماء أيضا فعل بعض الأمور التي تسهل تغسيله، فإنهم في الزمان الأول استحبوا شد اللحيين لكي لا يكون فاه مفتوحا لما في ذلك من مظنة دخول الأوساخ في فيه، ولما في ذلك من عدم احترام الميت حينما يكون فاه مفتوحا. وكذلك استحبوا أن يوضع على بطنه شيء كحجر أو مرآة ونحو ذلك لكي لا ينتفخ بطنه، وهذه الأمور إنما هي مستحبة وليست واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما توفي لم يوضع بعد وفاته على بطنه شيء، لأن الصحابة رضوان الله عليهم نسوا ذلك، فدل ذلك على عدم وجوبه، وإنما هو مستحب احتراما للميت. ومما ذكره أهل العلم أنه يستحب تسجيته، أي تغطية وجه الميت، لأن الميت حين ذاك من احترامه ألا ينظر كل أحد إلى وجهه، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى إن من احترام الميت ألا ينظر الناس إلى وجهه، وألا يكثر الحاضرون تغسيله، وإنما يحضر تغسيله من دعت الحاجة إلى حضوره من أوليائه أو من المعاونين، لأن المرء يكره دائما أن يرى على حالة مكروهة، فكثير من الناس إذا أراد أن ينام منع الناس أن ينظروا إليه، لأنه في حالة يكره الناس أن ينظروا إليه فيها. فمن احترام الميت أن يسجى إن كان في أول وقته، ثم بعد ذلك لا يحضر رؤية جسده إلا من تقوم الحاجة بهم أو المصلحة بحضورهم. ومما ذكره أهل العلم أيضا أنه يستحب تليين مفاصله، لكي إذا حضر وقت التغسيل تكون مفاصله لينة، وذلك بشد ساعدة على عضده وفخذه على بطنه وساقه على فخذه وهكذا، لتكون مفاصله لينة بعد ذلك. وهذه الأمور التي ذكرها الفقهاء إنما استحبوها من باب المصلحة في التسهيل في تغسيله وحمله بعد ذلك، وقد يكون من الأمور في بعض الأزمان ما لا يكون في الزمان الأول. ففي زماننا هذا على سبيل المثال جاءت الثلاجات التي تحفظ الأموات ولا تجعل تخرج منهم رائحة ولا نتن، فلذلك لو قال امرؤ إنه يستحب وضع الميت في الثلاجة أو ما يقوم مقامها لما أبعد عن طريقة أهل العلم، لأن المقصود من هذه الأفعال جميعا إنما هو احترام الميت وتوقيره.